الخيانه مثلا، الخيانه المتكرره بالمعامله السيئه، مش شرط تكون المعامله السيئه. انت تتقبلي خيانه الرجل على فكره ياسمين؟ ممكن تتقبلي الخيانه؟ لا. ليه؟ بيقولوا لك نزوه، انا هاخد بيتي علشان. لا انا ما بحبش الست اللي تتحمل خيانات الراجل من منطلق ان هي ست عاقله، انها محافظه على بيتها وست عاقله وشاطره. انا ما بحسهاش شاطره ولا عاقله، دي قليله الحيله، وانا ما بحبش اكون قليله الحيله. تعرضتي للخيانه؟ اه. عرضتي؟ اه. ست حلوه مثلك تتخان؟ واكتشفتها. ازاي؟ يعني اكتشفتها بشكل ما، اكتشف يعني مش يعني اكتشفت في شارلوك هولمز كيف ظبطت معك. لا لا دي ستات نصايح. لا اكتشفتها من ملابسات كتير، يعني رسائل على الموبايل واقوال شهود وهي نفسها كلمتني وكده، يعني كان في كان في ادله. لا كان في ادله لا تقبل التشكيك. يعني بصي انا رد فعلي غريب كان قوي في الموقف ده. ليه؟ انا بتصور دايما انه انا لو اتخنت همشي، لانه زي ما بقولك من شويه الانسحاب عقاب رادع. بس ساعتها حبيت اثبت نفسي مرحليا وبعدين امشي. تثبتي لها؟ يعني دي كانت الخطه ونجحت. اه تثبتي لها؟ الها لا اثبت لنفسي انه مش مهم. هي على فكره يعني اقل من ان انا التفت لها، اقل شكلا وعقلا وكل حاجه. اثبت لنفسي انه انا قادره على الاحتفاظ بهذا الرجل، وان هو نادم من اجل نفسي، يعني لتعزيه نفسي، وبعدين همشي. وتسيبيه بعدين؟ وسبتي؟ وقدرتي تكملي القصص بحياتك الطبيعيه بشكل عادي بالفتره ما بعد المعرفه؟ اصل الانسحاب انتصار. يعني نشوة الانتصار بتخليكي تقدري تكملي. قبل الانسحاب قعدتك معه بالبيت وانت عرفتيه خاينك وبتوب ومش حامل ده تاني، انت بتمثلي كل الوقت معه ولا بالفعل كنت بتحاولي تسامحي؟ لا كنت بمثل. جبارة جبارة قديرة. لا كنت بمثل. ازاي قدرتي تستحملي الوضع ده؟ اصل انت بتتكلمي على وضع ما استمرش لاكثر من شهور. طيب مش سنوات، يعني شهور. انا قلت ايام يعني تحديدا 3 شهور. طيب 3 اشهر عايشه مع رجال عم بتمثل الحياه الجميله وانت مسامحه. انت عارفه الوضع ده في نشوه غير عاديه، لان هو طول الوقت بيحاول يكفر عن ذنبه بالاعتذار، بالاهتمام المضاعف، بتلبيه كل رغباتك. فحلو خليه كده رهينه كده، يعني السادية دي. يعني لحد ما برضه انت منتشيه بالحاله اللي هو فيها. وبعدين في الاخر عملت اللي انا عايزاه، مشيت. والست دي كلمتك بعد كده؟ توصلني رسايل لحد النهارده؟ لا اظن انها منها، بس ما عنديش دليل. ايه بتهددك يعني ولا ايه؟ بتقول ايه؟ لا هي كان دايما الطرف الثاني ده اضعف. لان هي لو قويه، لو متمكنه منه، هتبقى احرص منه على ان انا ما اعرفش. بس ربما هي عم بتغيظك عشان عاوزاكي تعرفي انه انا. ما هو لان هي قادره انافسك. لا لان هي عارفه انه نهايتها بمعرفتي، يعني اذا انا عرفت علاقتهم انتهت، لانه انا اكيد هخيره. فلو كانت هي قويه متمكنه منه اكيد كانت هتبقى احرص منه على ان انا ما اعرفش. هي طالما عايزاني اعرف فالتارجت مش هو، الهدف بالنسبة لها مش هو، الهدف أنا. هي تغيظني تضايقني أنا، مش هو الهدف. بس هي حاسة يمكن أنها انتصرت عليكي بطريقة أو بأخرى. عشان مشيت؟ عشان مشيت. مش يمكن هو موجود وكل ما بتقابله بتتأكد بغريزة الست إن هو بيفكر فيها أو إن هو لم ينسى؟ وده حصل؟ ده بيحصل؟ لا أنا ما عنديش أدلة، بس أنا واثقة. أنا واثقة بإحساسي. لما الست بتشوف راجل او جوزها مرتبطه فيه، في رسائل حب بينه وبين ست تانية. اه باللحظه دي توصفي شعورك؟ لا اللحظه دي ما فيهاش اي عقل. في ايه؟ يعني مهما كانت الست دي ست عاقله وصلبه ورزينه، في اللحظه دي لحظه الاكتشاف دي ما فيش عقل. بيحصل ايه؟ بيحصل بقى تصرفات جنونيه
يعني انا كسرت موبايلاته وفازاته وحاجات، يعني جنون يعني. مفيش عقل في اللحظه دي، في اللحظه ذاتها مفيش عقل. كمان انت عارفه الست اللي بتخبي ان هي عرفت، انا بحسدها على ثباتها الانفعالي. انا ما اعرفش اخبي. واحنا بنحسدك انه بقيتي 3 اشهر كمان بتمثلي صدقيني. بس كنت عملت موقف، يعني كنت خدت موقف وفجرت المشكله. انما في ستات بتبقى عارفه وساكته املا في ان هو يعقل. شكيت بنفسك؟ قلت فيها ايه احسن مني؟ طبعا انا يمكن مش حلوه كفايه. لحد ما شفتها بجد دخلت على الفيسبوك اشوف الصور يعني. طب الراجل بيخون ليه؟ عنده ست حلوه ومثل القمر، واللي حيصاحبها مثلا مش حتكون اجمل من مراته. الرجاله عينهم فارغه. الراجل بيخون من منطلق التجديد. بيجدد. صوري. جدد. فعلا والله من منطلق التجديد. يعني معظم حالات الخيانه في مجتمعاتنا احنا تحديدا ما بيبقاش في اي سبب. فكره ان الست هي اللي نكديه او هي اللي مش مهتمه بنفسها، او انت اكيد عندك صاحبات تعلمي ان ازواجهم بيخونوهم، استاذ في منتهى الجمال وفي منتهى الاهتمام بنفسه. صح. 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 فده مش ده السبب الاشهر. انها فقدت اهتمامها بنفسها، انها منشغله في البيت وفي العيال، ده السبب اللي دايما الشماعه اللي بيعلقوا عليها. فكتير ستات مهتمات بنفسهم وجميلات وازواجهم بيخونوهم مع ستات اوحش بكتير. يعني لربما الرجل بحاجه يبحث عن امراه خاضعه له اكثر، او يحسها اقل من مراته عشان يحس بسيطرته عليها. مين قال ان مراته ممكن تكون مسيطره او قويه؟ ممكن مراته هي نفسها تكون خاضعه. يعني خليني احكي من منطلق تجربتك. انت امراه مش خاضعه وعندك شخصيتك، وقلتي لي شفت الست دي وما عندهاش ربع مواصفاتك. طب ما عندهاش اي حاجه. طب ما عندهاش اي حاجه، مش عارفه حتى بعد الحلقه دي اذا هيبقى لها حاجه. يعني انا اللي بفكر فيه ليه حس معها برجوليته اكثر ممكن يشعر فيها معاكي انت. ابدا ابدا من منطلق التجديد، بس من منطلق التغيير. انا يعني في الحاله انت بتكلميني عن الحاله بتاعتي دي، ما عنديش اي اسباب تانية. انا قتلت الموضوع بحثا. يعني اصابتني هزه في ثقتي في نفسي لفتره صغيره، بحثت خلالها عن ايه اللي ممكن يكون دفعه اكتشفت انه بس تجديد. ولما سالتي قال لك ايه؟ ايه السبب؟ انا ما اعرفش بقى بصراحه، يعني لم اتعرض للخيانه كثيرا، فما اعرفش اذا كان ده اللي بيتقال دايما. خلينا نشوف اذا نفس الاسطوانه اللي بتتكرر. هي اللي بتجري ورايا، وهي بتجري ورايا، وانا حاولت اصدها اكتر من مره. فعلا كلهم بيقولوا كده. ما بقى انا شايفه استمعتها يعني الاسطوانه دي. هي اللي بتجري ورايا وهي اللي هتموت عليا وكده. بتبرري خيانه المراه؟ انا بعرفك صريحه وبتقولي ارائك. لا مش ببرر خيانه المراه، بس بسويها بخيانه الرجل. ده صادم، ده صادم جدا. يعني ده انت في مجتمع بيغفر للراجل خيانته باعتبار انه هو راجل، انما الست لا تغفر خيانتها، الست تعدم اذا خانت. انا بتصور ان الاثنين زي بعض. يعني كمان يعني خيانه الراجل توزيها خيانه الست. يعني ممكن الست تخونه بس تغتفر لخطيئتها في حال. لا انا ما بغفرش الخيانه بشكل عام لا للراجل ولا للست. لكن بتصور ان هما متوازيان، يعني خيانه الراجل زيها زي الست، مش مخلوق درجه يعني زي تانية. المجتمع ما بيتقبل اذا بدك فكره توبه الرجل، ممكن يتقبل.